السلام عليكم طلابنا الأعزاء، اليوم راح نبلش بالمحاضرة رقم 4 لمادة هندسة المرور قسم الهندسة المدنية في جامعة المثنى. اليوم راح نتحدث تحديدا عن التقاطعات اللي موجودة بالشوارع، ومثل ما تعرفون أنه التقاطع هو عبارة عن منطقة مشتركة ما بين شارعين أو أكثر، وهذه المنطقة طبعا الغاية من يعني وجودها هو أنه أسهل الحركة المرورية حتى يوصل كل من السيارات ومستخدمي الطريق الآخرين اللي هم المشاة عادة إلى الأماكن اللي يبتغون الوصول إليها. طبعا لتحقيق يعني التصميم الصحيح للانترسكشن هذا، فالغاية من عنده انه مثل ما تعرفون انه اقلل يعني نسبة الديلي او يعني التأخير اللي يحصل بسبب الازدحامات، وايضا لازم اني اقلل يعني الحوادث إلى أقل ما يمكن، لازم أوفر أني عامل الأمان لهذا التقاطع، يعني من ناحية السرعة مثلا أو من ناحية يعني توفير الإشارة المرورية. أيضا من خلال عملي لهذه أو التحكم بهذه العوامل أنا راح أحسن من كفاءة هذا التقاطع، وأيضا أحسن من أدائه وأحسن من يعني كمية المرور الداخلة بهذا التقاطع تكون كل انسيابية، وأيضا لازم أنا أوفر انسيابية أخرى لمستخدمي الطريق الآخرين اللي هم قد يكونون يعني راكبي الدراجات أو ممكن أنه يكونون أيضا المشاة. فإذا أنا بعد ما يعني اختاريت يعني هذا التقاطع، مثل ما قلنا أنه لازم أعمل على زيادة الكاباسيتي مال هذا التقاطع من خلال توفير الإشارات المرورية المطلوبة. ايضا عندي التقاطعات تكون على انواع، فعندنا التقاطعات الافقيه اللي هي تحصل على الارض اللي هي عباره عن two or more road intersect at the same level، تكون عندنا بمستوى افقي واحد، يعني ما تكون على ارتفاعات مختلفه هذه الانترسكشن. فمثل ما تلاحظون هنا أنا عندي امثله بسيطه على يعني على هذا الانترسكشن، فهسه عندي انترسكشن مكون من 3 ابروتش من 3 شوارع، فيكون على شكل حرف تي، او ممكن انه يكون سكود التي اللي هو يكون احد الاذرع مالته مائله مو مستقيمه مثل الاول، او ممكن انه يكون عندك ذراعين يعني مائلات و يعني يكونون يتخذون على شكل حرف واي. وأيضا عندنا الفور أبروتش اللي هي تقاطعات مكونة من 4 شوارع، قد يكون يعني البعض منها شارع رئيسي ويكون البعض الآخر شارع ثانوي، فيتخذون لك عندك الرايت أنجلز، تكون هذه الشوارع متعامدة مع بعضها، أو ممكن أنه تكون لا ما متعامدة، تكون أحد الشوارع هنا أنا مائلة، أو ممكن أنه هذه الشوارع تكون غير متقابلة، يعني فتكون هذه احنا نسميها الستيج، او ممكن انه هذا التقاطع مو يكون لا 3 ولا 4 شوارع، ممكن انه يحوى على 5 شوارع او اكثر من 5 شوارع، 6 او 7. فهذه الانواع من التقاطعات. عندنا التقاطعات اللي هي نسميها احنا الجريدد سيبريتد انترسكشن، او ما نطلق عليها بالمجسرات او الانترتشينج، فهي عباره عن يعني يكون عندك احد الشوارع عابر لبقيه الشوارع لكن ما يتقاطع معها يعني في مستوى واحد، وانما يكونون على ارتفاعات مختلفه. وعندنا هنا هذه الاشكال المختلفه من المجسرات، هذا المجسر هو معروف جدا اسمه كلوفر ليف، ويتخذ يعني تقريبا شكل الوردة، يكونون الشوارع مثل ما تشوفون هنا ضمن يعني مو ضمن مستوى واحد، وإنما يكونون على ارتفاعات مختلفة. وأيضا هناك مقتربات لهذا المجسر تحاول أنه تنقل هذا الفلو إلى مستوى أعلى ويذهب باتجاه آخر، و
وأغلب هذه المجسرات تكون ما محكومة بالإشارة المرورية اللي تسبب لك أحيانا ازدحامات أو اختناقات مرورية. تمتاز هذه المجسرات أيضا بفري فلو، وتكون سريعة، دائما تكون يعني استخدامها خارج المدن للطرق السريعة. أيضا عندك النوع الثاني من المجسر اللي هو يكون على شكل معيني، احنا نسميه دايموند، هنا يشبه الشكل المعيني، وأيضا تتقاطع بالطرق على لفلات مختلفة، أو ممكن تكون ضمن يعني لفل واحد بسيط. لكن هنا مثل ما تشوفون عندي مجسر، هذا الجسر اللي هو يعبر هذا الطريق السريع. وعندنا أيضا الترامبت، هذا التقاطع أيضا أو المجسر عفوا، اللي تقريبا هو يشبه يعني ياخذ شكل البوق احنا نسميه. فهمين ده تلاحظ انه هذا النوع المجسر شلون يبدي ينقل الحركة المرورية من الأعلى إلى الأسفل، بعدين ينزل هالشكل هذا، أو ممكن أنه يجي من هذا الطريق بدل ما يتخذ اليسار أو اليمين، يصعد إلى هذا المجسر ويذهب بالاتجاه الآخر. أيضا عندي شكل مشابه إلى الوردة، اللي هو هذا النصف نسميه احنا هالف كلوفر ليف، اللي هو تقريبا يعني إذا شلنا هذول الورقتين من هذا التقاطع، فممكن انه ينطق يعني نفس التقاطع لكن يعني مساراته يكون اقل. وايضا هذا يكون هنا جسر وعابر للطريق السريع. ايضا هناك نوع اخر من التقاطعات، لكن تكون شوارعها يعني ما متقاطعة بالفعل، لكن تتخذ هنا الشكل الدائري، واحنا نطلق عليها بالدوارات، او نسميها احنا الفلكة باللهجة العراقية اللي عندنا. هذه الفلكة عندنا الفلكة هنا دائرية وتخدم عدة مسارات، مو شرط يعني 4، ممكن 5 6 7، وهذه كلها تتقاطع ضمن منطقة محددة، ويبدي يعني الحركة المرورية تتخذ هذا الشكل الدائري وتذهب بالاتجاه يعني اللي يريده السائق. طبعا هذه الدوارات او يعني المسارات الدائرية هذه ممكن انه في بعض الاحيان تكون محكومة بالاشارة، ممكن انه هذه المساحة المشتركة ما بين يعني هذه منطقة الراوند اباوت او منطقة الفلكة ممكن انه تكون مشجرة، او ممكن انه تحوي يعني على نوافير، او ممكن تحوي على اشجار، او اي يعني مثلا نصب تذكاري، ممكن انه ما تكون يعني بشكلها الدائري، لا، وانما بهذا الشكل، انه ممكن انه اوسع الدائرة اذا كانت عندي الطرق يعني غير متقاربة، مثل ما تشوفون هنا يعني تقريبا هنا تكون الطرق متقاربة، بينما هنا لا، الطرق متباعدة، فاضطريت انه اني شنو اوسع هذه الفلكة او اوسع هذه الدائرة. ايضا ممكن انه هذه الفلكة ممكن انه تخترقها ايضا مجسر، هذا لتسهيل يعني الحركة المرورية، اذا كانت هذه الفلكة تعاني يعني من اختناقات مرورية حادة، ممكن انه مثل ما تشوفون هذه الفلكة تكون على مستوى مختلف عن الـ يعني الطريق اللي تحتها، فهذا عندي تقريبا يعني 3 مستويات، عندي المستوى الارضي اللي تشوفوه هنا أنا هذا الطريق، بعدين المستوى الثاني اللي هي هذا هاي الفلكة، وعندي المستوى الثالث اللي هو هذا المجسر السريع. وعندي ايضا هنا الفلكة ممكن انه مو بس يعني ازرعها، او ممكن يعني اضع بها نصب او نوافير، ممكن انه استخدمها لوسائل نقل اخرى مثل الباصات، او اخلي بها مسار خاص للترام، و تبدي يعني أفصل ما بين الحركة المرورية بعوازل حتى ما أمنع من حصول الحوادث، وأزيد من عامل الأمان بالنسبة لمستخدمي الطريق، أو ممكن أنه أضع بها إشارات مرورية تنظم سير هذا الحركة المرورية داخل هذه الفلكة أو داخل هذا الدوار. و
بالتالي فأنا عندي مجموعة من العوامل اللي أنا لازم يعني أخذها بنظر الحسبان لما أجي أصمم هذا النوع من التقاطعات أو هذه الأنواع المختلفة من التقاطعات. إذا في حالة يعني ما اشتغل عندي طريق معين أو تقاطع معين، فيتطلب من عندي مثلا أحول هذا التقاطع إلى مثلا من unsignalized إلى signalized intersection، أو ممكن أن أحول signalized intersection إلى roundabout، أو أحولها إلى مجسر. فأني لازم عدة أمور أخذها بنظر الحسبان، اللي هي الترافيك فوليوم، هذا عندي جدا مهم. أني لازم أقيس الحجم المروري اللي يخدم لهذا التقاطع أو الداخل لهذا التقاطع، خصوصا في ساعات الذروة عندي على مدى أيام الأسبوع. وأيضا لازم أنا أعرف الديزاين سبيد، شقد السرعة اللي تمر بهذا التقاطع. أكو أحيانا تقاطعات تخدم لي يعني طرق بسرعة مختلفة، مثلا سرعة أبو 60 كيلو متر بالساعة أو 40 كيلو متر بالساعة، أو حتى تقاطعات يعني تخدم لي طرق بسرعة كبيرة اللي توصل إلى 100 أو 120 كيلو متر بالساعة. ايضا لازم اني ادرس الديلي، التاخير اللي يحصل بهذا التقاطع بسبب يا اما يعني نوع الاشاره اللي اني مستخدمتها، اذا مستخدمتها او اذا ما مستخدمه اشاره، فايش قد مقدار الديلي. مو بس يعني اني اقيس الحركه المروريه للسيارات، لا، وانما احتاج البيدستريان موفمنت. يعني هذول هم عندي مشكلة لازم أني أوفرها لهم، عامل الأمان بالعبور. فأضطر ربما أعمل لهم مثلا إشارة خاصة بها أرفقها مع الإشارة المرورية للتقاطع، بالتالي هذا راح يسبب لي هم أيضا ديلي. كل هاي الأمور أنا لازم يعني أكون على دراسة شاملة إلها. أيضا بعد ما أنا أخذت البيانات المرورية من هذا التقاطع وموقعه ويعني التفاصيل الهندسية مال هذا التقاطع، أيضا لازم أني أحسب الكوست وأتأكد من يعني الـ availability of land. يعني إذا أريد أنشئ يعني مجسر، فأنا لازم أتأكد أنه أنا المساحة هذه اللي عندي كافية أنه أصمم هذا المجسر، لأن مثل ما تعرفون يعني المجسر يحتاج يعني مساحة جدا كبيرة، بالإضافة أنه راح يعمل غلق لهذا الشوارع. فلازم أني أخذ بنظر الحسبان وين راح أحول هذا الترافيك ستريم، بحيث ما يسبب لي يعني أي مشاكل بالمناطق يعني المجاورة إليه. ايضا لازم اني من اصمم او اختار تقاطع معين، لازم اخذ بنظر الحسبان عندي احصائيات الحوادث المرورية او الترافيك اكسيدنت ريكورد اللي حاصلة بهذا التقاطع. احيانا اكو عندي يعني حوادث مرورية مثلا ما بين سيارة وسيارة، او سيارة وبيدستريان، او احد المشاة يعني العابرين، او ممكن انه يكون ما بين مشاة ودراجة أو دراجة وسيارة إلى آخره من أنواع الحوادث اللي تحصل بهذا التقاطع. فحتى أنظم أو أقلل من هذه الحوادث إلى أقل ما يمكن، لازم أني أصمم يعني إشارة مرورية تخدم هذا يعني الحركة المرورية داخل هذا التقاطع ككل، سيارات أو مشاة أو دراجات. إذا أنا بما أنه أنا تطرقت إلى موضوع الحوادث المرورية، فأني لازم أعرف شنو النقاط الحرجة أو ممكن أنه النقاط اللي تسبب لي مشاكل داخل هذا التقاطع. فإذا أنا كل تقاطع اعتمادا على عدد الشوارع اللي كونت لهذا التقاطع، أكيد راح تكون هناك يعني مجموعة من النقاط، لكل نقطة من عندهم هذه تمثل احتمالية لحصول حادث معين. فعندي هنا التقاطع اللي هو من فور ليك احنا نسميه، او التقاطع الرايت انجل اللي يكون هنا عمودي، او الكروس رود نسميه. ف
فمجموع تقريبا النقاط الحوادث المحتملة أو اللي ممكن أنه تحصل بسبب تقاطع يعني المسارات مع الحركة المرورية هي تقريبا 8 دايفرج 8 ميرج و16 كروس. فالدايفرج اللي هي أنا أقصد بها هي نقطة انفصال يعني هذا يعني مثلا السيارة بهذا الترافيك ستريم وممكن أنه تتجه إلى ستريم آخر. فمثلا هنا أنا هذه السيارة اللي هي موضحة بالنقطة الزرقاء فهذه راح تنفصل عن المسار اللي كانت عليه وتتجه إلى مسار آخر، ربما تتجه إلى اليمين أو ربما تعبر التقاطع إلى الاتجاه اليسار أو ربما حتى تكمل يعني تبقى بنفس مسارها وتكمل إلى الأمام. فأني كل نقطة من هذولي، هذه النقطة انفصلت لليمين وهذه النقطة انفصلت لليسار، فإذا أنا كونت لي هذه السيارة اللي على هذا الذراع شنو؟ كونت لي نقطتين دايفرج. بنفس الترتيب يعني السيارة اللي قادمة يعني من اتجاه آخر أو من طريق آخر من تبدي تلتحم مع الطريق الجديد أو بداية الطريق الجديد، فهذه النقطة يعني أسميها ميرج. فمثلا عندي هذول النقطتين جايات بسبب شنو؟ سيارة اجت من هذا الاتجاه والتحمت مع هذا الاتجاه، أو ممكن أنه هذه السيارة قدمت من هذا الاتجاه واتجهت نحو اليمين والتحمت مع المسار اللي موجود على الجهة اليمين. فهذه يعني النقطة الخضراء أنا أسميها ميرج، هي نقطة التحام وليس انفصال. الكروسينج هذه هنا منطقة جدا خطرة وهي أغلب الحوادث أنه ممكن تحصل بها. الحوادث اللي ممكن انه تحصل هنا مو يعني فقط للسيارات، ممكن انه بدستريا اذا عبر يعني فهذه مشكلة تسبب لي. فاذا ايضا همين السيارات ممكن انه خلال مسارها او تغيير مسارها الى يعني طريق اخر فممكن انه تتقاطع مع بعض السيارات اللي متجهة ايضا الى يعني دايركت، او ممكن انه تعمل تيرنينج الى اتجاه اخر. فهذه النقطة هنا المناطق هنا او المنطقة الحمراء هذه يعني منطقة مميتة يعني نعتبرها، لانه تكثر بها الحوادث بسبب التقاطعات. فعندي هنا بهذه المنطقة تقريبا 16 كروسينج نسميها احنا 16 حادث مميت. كل ما تقل عدد يعني الطرق اللي مكونة لهذا التقاطع، مثلا هنا تري ليك او تي سكشن، هذا تي انترسكشن، فكل ما تقل عدد اللقات كل ما تقل عدد النقاط الكونفليكت بوينت. فهسه مثلا هنا انا للتي سكشن انترسكشن من نوع تي، فالدايفرج راح يكون إلى 3 والمرج 3 والكروسينج 3، فالمجموع راح يكون عندك 9. في حالة الستيجد انترسكشن بالعكس راح تزيد، لأنه شنو عندك تقريبا هم 4 مسارات 1 2 3 4، فكل مسار من هذا تقريبا هو هذا التي وهذا التي مقلوب، فإذا راح تكون العملية هنا مال النقاط مضاعفة. بنفس الوقت عندنا الروتري او يعني انك نسميها احنا الراوند اباوت او الفلكات همين ايضا تحوي على يعني نقاط تصادم، لكن بالاجمال هي تكون اقل من حالة التقاطعات اللي هي بالشوارع الرئيسية والثانوية. ليش؟ لأنه عندك منطقة هذه محمية أصلا، فدائما تكون يعني عامل الأمان باستخدام الفلكة أكثر يعني مما تستخدم تقاطع، وهذا التقاطع قد يكون يعني محكوم بالإشارة أو غير محكوم. فإذا هذه الفلكة هنا هسه عندك 4 أذرع وعندك فلكة بالوسط، فتلاحظ هنا ما عندك كروسينج بوينت، فدائما تكون عندك دايفرج وعندك
مثل ما قلنا أنه الدايفرج هي نقطة انفصال السيارة عن مسارها الأصلي واتخاذها سيارة آخر، والميرج اللي هي التحام مسار هذا السيارة مع يعني مسار آخر موجود بها. فمثل ما تشوفون هنا كل ما قلت عدد الأذرع الرابطة بواسطة يعني هذا الفلكة كل ما قلت عندي نقاط الكونفليكت بوينت. عندك هنا 4 بـ4 يعني 8، وهنا 3 بـ3 صارت 6. ايضا نجي على موضوع الانترسكشن كنترول. اني الانترسكشن لازم حتى ازيد عامل الامان وازيد الكفاءة مال هذا الانترسكشن وامنع حصول الحوادث، لازم احتاج الى يعني اشارات او الى علامات مرورية تنظم عملية السير او تنظم من الحركة المرورية. فإذا أنا أحتاج هنا أستخدم ترافيك ساينز أو إشارات يعني مرورية تكون بهيئة يعني تعطيك فد إرشادات تنظم من عملية السير مالتك. فهنا هسه مثلا هذا التقاطع، فتم إرفاق هذه العلامة المرورية اللي هي تكون يلد مكتوب بها يلد اور جيف واي. فمعنات هذه الإشارة انه لما تدخل تقاطع او تقترب من يعني مسار اخر من مسار سيارات اخرى، فانت لازم عليك انه تخفف وتعطي الأولوية للي هو داخل هذا الطريق قبل لا تدخل انت. فهنا العملية انه اجباري انه تبدأ تخفف من سرعتك قبل لا تدخل هذا الطريق أو تدخل هذا المسار. هذه الإشارة نطلق عليها yield أو proceed slowly أو نسميها إحنا give way، إنه تعطي الأولوية للي داخل هذا الطريق قبل لا تدخل أنت. عندنا الإشارة الثانية اللي هي stop signs نسميها، اللي هي يكون بها التوقف إجباري إلك إذا شفتها يعني هنا أنا بجانب التقاطع، أنه ما يصير تدخل هذا التقاطع بوجود هذه الإشارة. ربما أكو يعني بدسترين دي عبرون، أو ربما أكو سيارات داخل هذا الشارع، فأنت ممنوع عليك أنه تعبر إلا يعني بعد ما يخلى هذا التقاطع من المارة ويخلى من السيارات. عندنا النوع الثاني من الـ يعني الـ طريقة التحكم بالانترسكشن أو طريقة تنظيم يعني الحركة المرورية داخل هذا الانترسكشن هي الإشارات الضوئية أو الإشارات المرورية الضوئية، نسميها ترافيك لايت سيجنال. وهذا الترافيك يعني هي يعني جدا شائعة وجدا مستخدمة لتقليل الديلي وأيضا التحكم بالتداخل ما بين الرود يوزر لمنطقة التقاطع. مثل ما تعرفون يعني أنه التقاطع ما يكون مستخدم فقط من السيارات وأنه مستخدم أيضا من السابلة. الترتيب يعني المستخدم لهذه الإشارات هي كالتالي، أنه عندك الضوء الأحمر اللي هو يشير إلى ضرورة التوقف للسيارات حتى تسمح لبقية الأذرع هناك بالحركة أو تسمح للمشاة أنه بالعبور. عندك الريد أمبر انترفل اللي هما يعتلقون بها الإشارة الحمراء والصفراء معا، فهذا معناته أنه عليك أن تتهيئ للانطلاق بعد ما يعني يشتغل عندك الضوء الأخضر. فأنت لازم تكون مهيئ هنا، وبقدار هذا التهيؤ تقريبا هو ثانيتين فقط بينما تشغل السيارة أو بينما تضغط على دواسة الوقود، فتكون هيئت نفسك للانطلاق. فبعد ما يشتعل الأخضر طبعا أنت راح يعني تنطلق وتحاول أنه تعبر التقاطع بالسرعة اللي هي يعني تكون مسموحة ضمن هذا التقاطع، وأيضا تكون يعني مساوية لسرعة باقي السيارات. بعد ما ينتهي زمن الأخضر اللي هو يعني إلى فترة محددة
راح نجي عليها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. لازم بعد ما ينتهي راح يجيك هنا الإشارة الصفراء، وهذه الإشارة الصفراء تكون يعني دائما هي مدتها 3 سكند. هذه الإشارة الصفراء تعني لك أنه ready to stop، معناته أنه راح ترجع الإشارة تشتغل أحمر ولازم أنت عليك أن تتوقف. وإذا في منطقة معينة كنت قريب يعني جدا من التقاطع وملحقت أنه أنت تسوي بريكنج للسيارة، فأنت لازم تخمن أن يعني أنه عبورك راح يتم بهاي 3 ثواني، وتحاول أنه تخلي منطقة التقاطع من قبلك خلال هذه 3 ثواني وتعبر إلى الاتجاه الآخر، أو يعني تتخذ المسار اللي أنت تريده إذا كنت تريد تروح مثلا تعمل تيرنينج على اليمين أو على اليسار. هذا هو الترتيب الصحيح للإشارة المرورية، تكون عادة 4 مراحل مثل ما قلنا، اللي هي مرحلة الأحمر، مرحلة التوقف، ومرحلة الأحمر والأصفر اللي هي التهيؤ للانطلاق، ومرحلة الأخضر اللي هو تكون لك يعني الطريق مفتوح وتمشي بالسرعة اللي تريدها وتعبر وتجتاز التقاطع. وبقية الأذرع طبعا تكون في حالة يعني stopping time. وبعدين يجي الأصفر اللي هو إذا صادفك فأنت لازم يعني تتخذ قرار، أما تتهيأ للوقوف يا أما تكمل عبور للتقاطع إذا كانت هذه 3 ثواني آمنة أنه تعبر هذا التقاطع بدون أن تتسبب بأي مشكلة يعني بحادث معين مع يعني مسارات أخرى، أو أنه تسبب ضرب أو مخالفة الإشارة المرورية الحمراء. التقاطع مثل ما تشوفون هسه هنا عندنا بالصورة العليا، فهذا التقاطع عندك محكوم بإشارات مرورية، وهذه الإشارات مثل ما تشوفون شلون موزعة على التقاطع، بحيث أنت وجودك هنا على هذا اللين يخليك تشوف الإشارة هل هي حمراء أم صفراء. أحيانا بعض يعني السواق يجتازون هذا خط العبور المسموح أنه لازم يتوقفون قبله، لأنه عندك هذا الخط المنقط ويشير إلى يعني منطقة عبور السابلة أو منطقة عبور المارة مخصص لهم أو مخصص إلى مستخدمي البايسيكل، فلازم السائق يتوقف قبل هذا الخط المستمر حتى يقدر يشوف الإشارة ويقدر يكون يعني هناك مسافة آمنة ما بينه وبين المشاة. طبعا إذا في حالة بعض الأحيان أنه مثلا بسبب أنه أخذ بريك كلش قوي فيضطر أنه شوية يجتاز من هذا الخط، يجتاز خط العبور ويوصل يعني منطقة قريبة من منطقة المشاة عبور المشاة، فتكون الإشارة إلى غير مرئية. فالبديل إلها اللي هي الإشارة اللي موجودة هنا تقريبا من بعد يعني خلينا نقول منطقة العبور مشاة على الجانب الآخر، هذه الإشارة إحنا نسميها بالسكندري سيجنال. فعندنا الإشارة الأصلية اللي هي موجودة قريبة من مكان توقف السائق نسميها بالبرايمري سيجنال، وإذا كانت غير مرئية في حالة معينة فهنا راح تكون نسميها السكندري سيجنال. أيضا هناك يعني إشارات خاصة تحكم لك عملية التيرنينج مومنت أو تنظم لك هنا عملية التيرنينج مومنت، فمرات تكون يعني أكو إشارة ثانية لهم تكون بجانب هذه السكندري. فمثل ما تشوفون هذا هنا التقاطع هنا 4 أذرع، وهنا إذا كان التقاطع 3 أذرع شلون يكون توزيع الإشارات البرايمري والسكندري بالإضافة إلى الإشارات الأخرى اللي تحكم لك عملية التيرنينج، بالإضافة إلى يعني مثل ما تشوفون هنا عملية توزيع الإشارات الضوئية أو يعني فلازم أني بنفس الوقت أخطط الطريق حتى يعرف
كل سائق اتجاهه وين، ويتبع بالتالي الإشارة المجاورة أو اللي تحكم لك هذا اللين. فإذا هاني الإشارات الضوئية تكون على غالبا يعني اللي موجودة عندي بالطرق والتقاطعات تكون على نوعين. النوع الأول أنا أسميه الفيكسد دايم سيجنال، اللي تكون بيها يعني الطول مال الإشارة أو طول يعني كل إحنا نسميها السايكل تايم يكون بيها ثابت ما يتجاوز 120 ثانية غالبا، ويكون بيها أزمان الأحمر والأخضر والأصفر تقريبا ثابتة ما تتغير على مدى اليوم. مثل ما تعرفون هنا الاول ريد يكون تقريبا 2 سكند، والامبر راح يكون 3، فالبقيه تكون متغيره، ربما يكون الاحمر اطول من الاخضر او الاخضر اطول من الاحمر، لكن عموما هي تكرر نفسها مثل ما هي الازمان تكون ثابته. عندنا النوع الثاني من يعني الإشارات احنا نسميها الـ Vehicle Actuated Signal، وهذه الإشارات أو هذا النوع من الإشارات تعتمد على الحجم المروري اللي موجود على خلينا نقول الميجر ستري. فمثلا عندك هنا تقاطع هذا من نوع T Intersection، وعندك هذا الميجر رود، وعندك هذا الماينر رود. فأني أضطر هنا أستخدم هذا النوع من الإشارات الـ Vehicle Actuated. إيش أسوي؟ أزرق هنا لوبات، وهذه اللوبات عملها أنه تحسب لك عدد السيارات اللي موجودة على هذا المسار ضمن طبعا منطقة معينة. هسه مثلا هنا أكو مسافات ما بين المناطق اللي أني تتم زراعة اللوب بيها، هذه المجسات خلينا نقول أو الديتكتورز احنا نسميها مزروعة داخل جسم الطريق مثل ما تشوفون هنا بالصورة هذه، وأنا معلمتها حتى أعرف مكاناتها وين في حال يعني حصول خلل معين دي، حتى أجي مرة ثانية إنه أعمل صيانة لها بالمستقبل. فهذه المجسات إذا كانت هذه المنطقة مملية تماما يعني بالسيارات، فأنا معناتها عندي عملية يعني congestion أو عملية ازدحام مروري. فهذه المجسات هي مرتبطة تقريبا ب يعني جهاز ينظم لك الـ يعني الترافيك سيجنال هذه، فيبقي الإشارة الخضراء مفتوحة إلى حد معين أو فد زمن معين، وبعدين تقفل هذه الإشارة وتتحول إلى الأحمر. الغرض من هذه العملية أنه أفتح الطريق لهذه المنطقة أو لهذا الطريق المزدحم حتى ما يصير عندي اختناق مروري، وتبقى هذه الحركة هنا مستمرة وتوقف تقريبا الحركة على الطريق الثانوي إذا ما كان يعاني من أي ازدحامات أو يعني الحركة المرورية شوية تكون قليلة عليه أو ضعيفة. فالغرض يعني من عندها هذه الطريقة مثل ما قلت لكم انه تخفف من عملية الازدحام وتقلل من الديلي. فهذه المجسات او هذه الديتكتور راح تقيس لك يعني الازدحام او عدد السيارات الموجودة ضمن هذه المنطقة او هذه الطريق. فكل ما يمشي وتبدي هذه السيارات هنا تتراكم عندك بهذه المنطقة، كل ما يكون الأخضر هنا عندك مفتوح إلى فد يعني رقم معين نسميه green maximum أو maximum green، وبعدين يرجع يكمل الإشارة وهكذا. إذا ما كان أكو هنا أي سيارات فلا يعني يرجع كأنما يبرمج نفسه على الفيكسد تايم سيجنال وهكذا. فهي العملية تقريبا دمج ما بين الحالتين اللي هي الـ Vehicle Actuated والـ Fixed. فإذا كان الزحام مدد عمل الأخضر، إذا ما كان أكو زحام لا يبقى على نفس المنوال مال الـ Fixed Time Signalization.
هذه هنا أشكال مختلفة عندكم من الإشارات يعني المستخدمة. أحيانا تكون الإشارات يعني ما مزروعة مثل ما شفناها بأعمدة مجاورة إلى يعني الشارع، لا، وإنما يعني تمتد على نسميها إحنا آرم، يعني تأخذ أرض الشارع كله وتكون يعني على ارتفاع جدا عالي حتى الكل يشوفوها من مسافة بعيدة. أحيانا تحوي على أرقام، هذه نسميها الكاونت داون سيجنال، تبين لك إيش قد باقي لك وقت وتبدي تستعد حتى للانطلاق، أو ممكن إنه إيش قد باقي لك وقت حتى تبدي تتهيأ إلى التوقف قبل لا يعني تحول الإشارة إلى حمراء. غالبا ما هذه الإشارة تكون بها كاميرات لمراقبة يعني الحركة المرورية أو الازدحام أو أي حادث ممكن أنه يحصل، وأيضا بها ديتكتور، هذه مثلا كاميرا نسميها إحنا يعني تلتقط المخالفات المرورية اللي هي خاصة مثلا بتجاوز حد السرعة، لما يعني شخص يمشي سريع جدا متجاوز الحد المسموح إلى السرعة، أو ممكن أنه يضرب الإشارة المرورية، فإذا ضرب الإشارة المرورية فراح تلتقط هذه الكاميرا هذه المخالفة وتدخلها بالبيانات وتستخرجها. طبعا هذه الكاميرا لها قابلية أنه تلتقط يعني رقم السيارة، رقم البليت اللي موجود على السيارة، وتدخلها بالبيانات وتعرف منو سائق هذه المركبة ومنو عنوانه، وبعدين يعني توصل له رسالة إلى البيت من قبل يعني هم مثلا من قبل المرور، تقول له إنه أنت عليك مخالفة بسبب مثلا قيادة سرعة فائقة متجاوز أنت الحد المسموح، أو ممكن أنه أنت خالفت يعني الإشارة الحمراء بفلان يوم وفلان وقت، وهذا الفيديو إذا أنت تريد يعني تراجعنا أو تريد تعترض يعني على هذه المخالفة تقدر تراجعنا راح يشوفوا الفيديو. هذه كانت تقريبا يعني محاضرتنا لهذا اليوم اللي تتعلق بالتقاطعات وطريقة التحكم أو طريقة تنظيم الحركة المرورية داخل هذا التقاطع. مثل ما تشوفون يعني مو بس عندنا الإشارات اللي خاصة بالتقاطع أو بتنظيم الحركة المرورية للسيارات، لا، وإنما هناك أيضا يعني إشارات خاصة همين بالمشاة، لكن احنا خلال هذا الفصل ما راح نتطرق الى الاشارات المرورية الخاصة بالمشاة. يكفينا انه انطيكم ان شاء الله بالمحاضرة القادمة التصميم مال هذه الاشارة وكيف يتم يعني حساب الزمن الكلي للدورة التوتال سايكل تايم لتقاطع معين، وشلون راح نقسم هذا التقاطع إلى مثلا فيزات، وشون راح يتحرك كل ذراع على حدة أو كل ذراعين معا ضمن فيس واحد. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم.